واليوم الحمد لله مسنوري تبارك الله على رضا علينا انا ومامون جيهان تبارك الله على دار لا بروميير بلاص في ليديسيون ديال داك العام وجينا باش نسجعوا تبارك الله كما الصور ديالهم تبارك الله يزون دي فوا مانيفيك جينا باش نسجعوا نعطيهم نصائح نشوفونا كيفاش داز داك الشيء نحيدوا لهم ستريس يزونكوراجي وتبارك الله عليهم الله يسهل عليهم كامل بالنسبة لتخطي سميتو الجائزة الثانية العام اللي فات من بعد مستقبلا أجدري من هذاك العام لهذا العام واش سجلتي شي حاجة احتضنك شي واحد شي فنان أو لا ألوغ اللي خلاني بلوتو اللي ربحت من هذا ربحت لا دوزيام بلاص البلاصة الثانية بلوتو المركز الثاني خلاني نفكر نثيق في راسي كما قلت قبيله ثقت في راسي ديجا انا كاتب جوج ديال لي زالبوم اللي ما كنتش باغي نقولها ولكن المهم قلتها انونسيتها كنت كنجلس في الوقت ديالي اللي كنلقى خاوي كنبقى نكتب لي شونسون كنكتب كنكلاسي كل شونسون بوحدها بالسميه ديالها كندير لها الانسترومونطال ديالها وكنحطها ابار دابا ريجستر عمر خصنا نخويه باش نلقاو فين نعمرها ثاني كيف ان شاء الله كنوجد مون نوفو بروجي غادي نخرج دو زالبوم في دقه ان شاء الله كمال على الله كي قلت انا عندي موهبه ولكن ما عارفش كيفاش واش عندي فريمون ولا ما عنديش واش عارف النيفو ديالي ولا ما عنديش دونك سيت لايف عطات واحد الفرصه عطات واحد الفرصه للشباب اللي في اليونيفرسيتي باش بعدا يعرفوا بانهم عندهم مستوى فني اللي يقدر يديروا به شي حاجه في حياتهم نوطامون اون بارلي افيك لي زيتو اي سيت لايف حلت لابورت العام اللي فات 26 كونديدا هاد العام حنا في لابورت 31 شفناهم وسجلنا لهم دي كوفر فيديو اوديو في ستوديو دونجستمون ديالي ودعمناهم درنا بلي فوت وداكشي الحمد لله وصلوا للفينال فيناليست 14 ودات وحده الحمد لله جان ايكرو سوسي اللي دات لا بروميير اديسيون يوسف ودات دوزيام اديسيون وجميلة الاخيري تروزيام اديسيون تروزيام بلاس مو الحمد لله دونك ديجا مازال ما كاينش شي حفل ختامي على المادون غادي يكون كاين الحفل الختامي غادي يكون ان شاء الله في الدار البيضاء كولابوراسيون مع وي كازابلانكا في ديال
لا في الدرامي تدلوي لي الشرف كامل الشرف أن أشارك في هذه المبادرة الطيبة في الدورة كرئيس لجنة التحكيم ديال استوديو لايف اللي كيشرف عليه صديقي العزيز الفنان المقتدر الأستاذ النوري واللي فعلا أنا أنحني لمجهوداته اللي قام بها في المبادرة هذه وكنتمنى لهذه البراعم وهذا الشباب المواهب مستقبل فعلا يعني مزهر لأنه فعلا التمست فيهم مستوى عالي جدا وهذا كيف فرح لأنه في خضم هاد الأشياء اللي كنعيشوا الآن ديال الضغوطات بعض الأعمال النابية اللي كتحيط بينا من هنا ولا إلى هناك لما كتشوف الشباب كيقدموا أشياء جميلة كي موهبة بإتقان بدقة بذوق برقي كي بعد في نفسنا الأمل أن هناك مازال تكون لدينا يعني أغنية راقية وجميلة إن شاء الله. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.